أطفال رضع فتحوا أعينهم في محلات مهجورة تسكنها كل أنواع الحيوانات. لو أن قطة طلبت منها الولادة هناك لرفضت، فما بالك بإنسانة أو مواطنة جزائرية؟ محلات أو أوكار لممارسة الرذيلة وتعاطي المخدرات وشرب الكحوليات لجأت إليها العائلات التي هي مهددة بالطرد من قبل البلدية لاسترجاع هذه المحلات. يحضر معي في الاستوديو لمناقشة هذا الموضوع السيدة ليلى عيساوي، ممثلة عن المجتمع المدني مكلفة بالطفولة والمسنين. أهلا بك سيدتي. مرحبا بك الأخت الفاضلة، نشكرك على حسن الاستقبال والضيافة، وإن شاء الله دمتم أوفياء للوطن والمواطن إن شاء الله. إن شاء الله، مرحبا بك معي اليوم في البرنامج، ونبدأ مباشرة في موضوعنا لنهار اليوم، وتابعوا معي هذه التغطية لمراسلنا من ولاية تبسة.
أنا من نوجتي. نعم، كما شفتوا معنا، والسيدة في التصريح الأخير هي مثال على أنه الأمل والناس اللي تخلي الأمل يتزرع فيك ما تفناش من الدنيا حتى تلحق قيامة هذا العالم. طبعا سيدة ليلى عيساوي، ربما كنت متأسفة على حالتهم وقريب بكيت عليهم، يعني عينيك راهم بالدموع. لا يعني احنا كي نشوفوا واحدة أسوناج تقول لك راني متفائلة، ديجا لو فات دارت اون اوكيباسيون سافيتيغ عندها ليسبواغ. ونزيد نروح ونولي للسيد الوالي اللي كان يهدر عليه، هذاك اللي عنده الاطفال الرضع توأم، جاب لي ربي توأم. دونك جاب لي ربي هذا السيد الوالي، الا كان عندك شويه رحمه ربي ولا راك داي دعوه الخير من والديك، هاد العائلات نقدهم، ما تهمش حتى واحد فيهم، باسكو سيرتو هذيك لا دام اللي قالت لك انا مستفاده من هذا المحل، كي تلقت ما عنديش وين نروح. هي ماهيش تكذب عليك، باسكو هادو ليكا حنا رانا، انا شخصيا راني نشهد باللي حضرت ديكا هكذايا اللي كي تتلق يحاوزها باباها ويحاوزها خوها ايتترا. دونك هنا يا سيد الوالي تاع تبسه، انا نحييك ما نعرفكش بصح ان شاء الله راح نلتقى بك في اقرب وقت، وراح نشقى من العاصمه حتى لعندك لتبسه ونشوفك باذن الله، ونتمنى نهار اللي نجيك ما تقوليش راني في اجتماع، وما تقوليش هذوك الناس لحتهم في الشارع. ضيف الى ذلك رئيس المجلس الشعبي البلدي عندك كلمتك وتجوزها على الوالي، باسكو الوالي كي تحدى الخطوط تاعو عندك المسؤول الاول هو السيد الوزير تاع الداخليه والجماعات المحليه اللي راه يتابع. احنا خصنا التبليغ، الناس ماهيش تبلغ ما تعرفش كيفاش تراسل. دونك حنايا كاين، شوفي الاخت الفاضله والكريمه، هذا المشكل تاع الساكن اون الجيري راهو معروف منذ الوقت الاستعمار ليومنا هذا. حنا خاصتنا لا موفيز جيستيون، سي سوء التسيير. نعم، احنا لو كان كل رئيس بلديه يمد الحق تاع المواطن تاعو، اليوم مديت 100 غدوه تمد 100، وتروح بالعقل معاهم تلحق، باسكو ضربوا المثل برؤساء البلديات كانوا خايفين. نعطيك مثل تاع بلديه تاع بيرتوتا، عندها اكثر من 12 سنه ما سرباو لهاش السكنه، كان لا ليست هذه برك راهي من 2000 واقيلا من 2015 ولا 2016، وهي الدور رئيس بلديه يروح راس يجي واحد ما تجرا ومدها، ولك هذا دارها ما كان لا مشاكل لا انتحار، باسكو قادر على شقاء. وراه يقول واحد اللي يدير 75 مشروع في 3 سنين، ها اللي كانت البلديه ما كانش، انا نعرفها تري بيان بيرتوتا، سكنت فيها اون 2010 وخدمت فيها في الثمانينات. سافوتيغ دونك حنايا خصنا الناس يخافوا من ربي، والناس تخدم افيك اون كونسيونس بروفيسيونيل باش نوصلوا نقضيو على هذا المشكل تاع الساكن. ونزيد نعطيك كما يقولوا يا سيدي رئيس المجلس الشعبي البلدي، فوز لو برومي ماجيسترا اي فوز اسومي طونك هاد الناس سكنوا 7 سنين وعام، راك مسؤول الاول عليهم، اي با كيستيون، ما عندك حتى حجه تتهرب منها، وان شاء الله تجاوبنا وتقول لنا في يوم من الايام بلي هاد العائلات ماهيش في الشارع تتلعب. نعم، انا ثاني كان لفت انتباهي انه في 5 ولا 6 من المواطنين رفعوا ندائهم مباشره لمسؤولهم الاول على الولايه نتاعهم سيد والي ولاية تبسة، والله العظيم نتمنى أنه يلبي لهم هذا النداء تاعهم، ونتمنى في برنامجي في الحلقات القادمة ندير تقرير على الحل نتاع مشكلة هذه العائلات، وأن السلطات تنقلت لهم ورحلتهم إلى سكناتهم اللي تحفظ طبعا كرامتهم. ونتمنى تاني من هذا المنبر أن نكون لحقت الأمانة اللي بلغوني بها سكان هذا المحلات. أختي الفاضلة، نعم، عندي نقطة مهمة جدا، احنا كي نهضروا مع السيد الوالي حتى وزارة التضامن والعائلة راهي غايبة، احنا ما ماش نشوفوا. أين أنت أيتها الوزيرة؟ أين أنت أيتها المرأة؟ أنت مرأة وتحسي بالمرأة، نورمالمون كي تشوفي أن كا كيما هذا تنوضي ترفدي الطونوبيل وتقلعي، ما تخزريش كاع موراك، باسكو أنت راكي مكلفة بالطفولة المسنين، مادا بيا تعيطي لنا وحنا رانا لهنا نخدموا معاك في الميدان، حنا أوني لا بينيفولا، ما نسحقوا من عندكم والو. أنا من هذا المنبر شوفي ما نسحق البلدية تعطيني، ما نسحق الدايرة، ما نسحق الولاية، ما نسحق. نوجه نداء تاعي للسيد الوزير الأول اللي نحييه تحية احترام وتقدير على المجهودات الجبارة اللي دارها منذ تنصيبه على رأس الحكومة ليومنا هذا،
تلقينا بزاف صعوبات، كان الكوفيد، كان المشاكل تاع الاقتصاد كذا، راهو يسير رانا نشوفوا فيه مالوغوزمون غير هو وزير وزير الصحه واصلاح المستشفيات، انا نشوفوا فيهم في التيران. اين انتم ووزراء اللي ما يقدرش يسو دي بلاس للوزير الاول؟ روح انت يا راك مكلف بالثقافه، روح اصدم لهاد العائله وانت دير لو بي في تاعك ولا لو رابور ووصلوا. عندكم امانه يا ناس، اتقوا الله في نفسكم، ستحاسبون غدا. اليوم رانا غدوه ما راناش، واحد ما راح يقلد فيها واحد ما يقول انا كاينه حاجه واحده نوجه نداء للسيد رئيس الحكومه. أنا قلت لك نحييك يا أخي الفاضل، وكنت تكلمت معك في الملتقى اللي درناه في جامعة باب الزوار، وكنت تكلمت معك قلت لك حنا رانا لهنا باش نعاونوكم ونخدموا بينيفول، ما نستحقوا من عندكم والو. أنا تحاسبني بلي أنا تلقى العائلة تاعي ساوي ولا العائلة تاعي معايا في الميدان ولا دات حاجة، حاسبني عليها. حنا نجو نخدموا معاك بينيفول، بصح الناس هادو المحكورين نشو عليهم كيما يقول حاشاكم أكرمكم الله، نشو عليهم شوية دبان، رجعوا لهم الاعتبار تاعهم، رانا أون 2020 عيب وعار علينا نشوفوا دي كاباغي. وضف إلى ذلك السيد الوالي تاع الولاية العاصمة يوسف شرفة اللي نحييه، وكان رجل تاع ميدان ويخدم، والحمد لله عندنا علينا وكامل. دونك حنا عندنا دي فامي اللي العائله، عندي نداء تاع السيده عندها حياه اللي تسكن في الكاليتوس واللي توعتها اما بريزونس، قلت لها ناخذك بعين الاعتبار، وعيطت للسيده محمدي وتكلمت معها في الهاتف، قلت لها فولا بروني اون شارج، لا دام راهي بين الموت والحياه، راهي بين الموت والحياه، والسيده هذه ان شاء الله يا ربي تاخذوها بعين الاعتبار، راهي في القيطون وراهي بالكوفيد. حياكم الله حياكم الله، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. نشكر كل من ساهم ونحيي تحيه احترام وتقدير في بناء الجزائر بنفس صافيه وأوناتمو كما نقولوا. وانا نشكرك جزيل الشكر على حضورك وعلى تحليلك وعلى قلبك الحار، وانت طبعا مثال على المرأة الجزائرية الحرة اللي عندها غيرة على بلادها وعلى أولاد بلادها. شكرا جزيلا سيدة ليلى عيساوي، ممثلة عن المجتمع المدني مكلفة بالطفولة والمسن. يسلمك أختي، عندي نقطة واحدة كرمتي، عندي الشكر نشكر كل من السيد فاهي ممثل شركة الحبوب اللي كان عاوننا بزاف ومازال يدعم فينا ليومنا هذا، السيد رشيد ممثل الدهون الدسمة، السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية بوروبا سيدي موسى بيرتوتا، على المعاونات اللي راهم يعاونونا فيهم ونشكروهم. واي مواطن يقدر يعاون هذه العائلات يتصل بالحصه، وحنا ما علينا غير نوصلوا الامانه. نعم شكرا لك سيده ليلى، وكانت هذه هي طبعا حلقه اليوم، نتمنى ان شاء الله نكون بلغنا الامانه احسن تبليغ. اما انا القاكم يوم الاحد ان شاء الله، السلام عليكم.